ربنا اختاره. بقاء لله مش بقاء لله وحده، هي دي سنة الحياة. بس من بعد ما مات ابني الوحيد أنا نظرت إن لو شفت أي مظلوم لازم أدافع عنه. طب يا باشا أنا بصراحة مش عارف أقول لسعادتك إيه. ربنا يخليك لينا يعني. ما تقولش حاجة. امسك يا يوسف. عايزك تمضي لي على التوكيل ده عشان أعرف أدافع عنك. يلا بسم الله. كان عندي لسعادتك كده سؤال بس قبل ما امضي، يعني لو سعادتك جالك قضية أتعبها كبيرة قوي 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 بالملايين يعني، بس سعادتك عارف إن اللي أنت هتدافع عنه ده مجرم بجد، هتدافع عنه ولا هترفض؟ تخيل إن سألت نفسي نفس السؤال ده من حوالي 40 سنة. هما بيقولوا إن الجنائي كافر، بس عندي أنا الجنائي موحد بالله. طبعا مش هقبل، هرفضها. المبادئ يا ابني ما بتتجزأش. بس أنت بتسأل ليه؟ لا يا باشا ده سؤال كده يعني، سؤال تشغلش بالك. تعتلش هم يا يوسف، أنت زي ابني يا ابني. قول يا رب. يا رب يا باشا، يا رب إن شاء الله خير. يا رب خير بإذن الله. اتفضل يا باشا. أهو كده تمام. هو في بس حاجة أخيرة. اتفضل. ده بقى ضحك جديد يا باشا. بس هو هيطلع زي ضحك اللي قبله يا سعيد. ايه يا باشا؟ المرة دي هيبقى زي الغريق اللي متعلق بقى الشاي. بعد كده بأخلص منه معرفتك.